تغطية أندرويد باشا لـ MWC 2015 كانت ممكنة بشكر لسامسونج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صلاح حامد من مؤتمر MWC مباشرة من برشلونة إسبانيا، والآن إحنا في بوث أوبنتو علشان نلقي أول نظرة على الأوبنتو فون اللي أو الأوبنتو OS اللي تم الإعلان عنه قبل فترة قصيرة ما إله زمان. خلينا نعطيكم فكرة عن نظام التشغيل، إيش الفكرة فيه وكيف مزاياه. أولا في عنا اللوك سكرين، اللوك سكرين هنا في عنا دائرة، هاي لما أول ما تفتح بدك تفتح جهاز، قبل ما تفتح جهاز في عندك دائرة بيكون مبين لك فيها جهاز معلومات إنه إيش النوتيفيكيشنز اللي عندك أو التنبيهات اللي موجودة عندك، فإيش في عندك رسائل، إيش في عندك مثلاً ميست كولز، إيش في عندك نوتيفيكيشنز بشكل عام بيكون مبين لك إياها على اللوك سكرين تاعت التليفون. الآن لما تفتح جهاز بتفتحه بكل بساطة في إنك تسحب إلى اليمين بتبلش على القائمة الرئيسية. القائمة الرئيسية هون مختلفة شوي، فهو نفس أو مختلف عن نظام الأندرويد بحيث إنه ما في عندك هوم سكرين، فهنا في عنا إشي شبيه بالكروت اللي بتقدر تقلب بيناتهم على أساس إنك تشوف إيش الشغلات اللي أنت بدك إياها بتنظيم، إنه إيش مثلا في عندك هون معلومات معينة عن اليوم بالنسبة للوذر، التاريخ، الأمور القريبة اللي عليك، مثلا إذا كنت في مكان معين بصير يطلع لك إيش في شغلات موجودة حواليك تروح تشوفها. في عندك هون كرت ثاني مثلا مختلف بتصير تقلب بيناتهم نير باي، في عندك التطبيقات اللي موجودة على الجهاز، في عندك أيضا ميوزك، في كل تاب فيهم بيختلف فيديو حسب طبيعة المحتوى اللي بيكون موجود عليه. الآن مثل ما انتبهتوا من لما أسحب من أقصى شمال إلى اليمين بيطلع لي مجموعة تطبيقات أو اختصار للتطبيقات الموجودة على الجهاز، من اليسار من اليمين لليسار بيطلع لي كل التطبيقات اللي بتكون مفتوحة على الجهاز، إشي جدا جميل ولطيف شكله سريع. طبعا من الأعلى للأسفل بيطلع لك النوتيفيكيشنز، بإمكانك إنك تتنقل من بناتهم بكل بساطة بإنك تسحب، فعلشان تشوف النوتيفيكيشنز أو التنبيهات اللي جايتك بكل بساطة بتوقف عليها، بتحب تغير بتبلش تزيح أو تحرك ما بين النوتيفيكيشنز أو التوجلز اللي موجودين فوق علشان تشوف تفاصيل أكثر، إشي جميل صراحة. طبعا الجهاز اللي موجود عليه هذا نظام التشغيل لسه مش ما وصل للميدل إيست، يعني ما أعتقد حيوصل بأي وقت قريب، ولكن بشكل عام نظام التشغيل نفسه مثير للانتباه، وقبل فترة كان متوفر لأجهزة مثل النكسس 4، وأجهزة النكسس بشكل عام كان بإمكانك أنك تنزله عليهم وهو نظام مفتوح المصدر. هاي بشكل سريع كانت نظرة على نظام الأوبنتو لا التليفونات. إن شاء الله يكون هالفيديو عجبكم، ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. كان معكم صلاح حامد من مؤتمر MWC في برشلونة، في أمان الله.